أشرفت السلطات المحلية في دائرة سيدي بوبكر ورئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي عمر على مراسيم عملية القرعة الخاصة بتجديد عناوين السكنات. أشكر رئيس البلدية والأعضاء تاعه وأشكر رئيس الدائرة على هذه الفرحة هذه اللي فرحوا المواطنين اللي كانوا مغبنا مساكين وراهم شحال من عام يستنوا، واليوم الحمد لله ربي فرج عليهم. وشكر الرئيس تاعنا تبون وشكر كاع الشعب الجزائري. فرحان على هذه المناسبه تاع السكنه وعانيت بديت هذه السكنه، ونشكر رئيس البلديه ونشكر كاع الزملاء تاعه والمعقوبه كاع المغبنه ان شاء الله وبارك الله فيكم. منو الناس اللي ما داش تستفاد ان شاء الله بحول الله، والله يخلب على البلاد على المسائل وعلى الولايه ونشكركم. للبنتو راني فرحان ومن حقها زعما حاجه عادي، وراها عندها بولادها ما عادش مستفاده، وبارك الله بكم. صح رئيس المجلس الشعبي البلدي بلديه سيدي عمر مقلالي ميلود، اليوم راكم تشوفوا اليوم رانا عندنا الفرحه فرحتين. الفرحه الاولى نشكر رئيس الجمهوريه اللي اعطاه قرار لجميع الولات باش يقوموا بتوزيع السكنات، كما لا يفوتني ان اشكر السيد الوالي اللي ادى القرار هذا بعين الاعتبار وطالبنا به قسموا هذه السكنات قبل 15 سبتمبر. هذا الشيء كان مطلوب منا وجزدناه احنا في ظرف ايام قليله وقسمنا هذه السكنات. ربي راه يشهد، دينا بالاولويه الناس اللي مغبنا، الناس اللي كانت في ضيق، الناس اللي تعاني منذ سنوات، احنا قسمناها بنزاهه ما عندنا الشك في هذه القائمه وربي يشهد علينا. هذه تعليمات سيد الوالي، احنا رانا واقفين مع هاد المواطنين في تقسيم هاد السكنات والوقوف والنهوض بالتنميه على مستوى بلد سيدي عمر، وما عندي شك في الوالي الوافد الجديد لولايه سعيده هو مشكور، والله الله مشكور. هذا انسان خدام وراه يحوس على الناس الخدامه، وحنا نقولوا له من هذا المنبر احنا من الناس الخدامه. ان شاء الله بربي يدينا زياره بلد سيدي عمر. احنا اليوم راني من جهه راني فرحان ومن جهه راني زعفان، لان القائمه طويله والملفات كبيره. احنا ان شاء الله بربي نطلبوا السيد الوالي خلال هذه الزياره يعطينا حصه من هذه السكنه ان شاء الله بربي، حتى نجسدوها في بلديه سيدي عمر ونفرحوا هاد الناس اللي داروا الطعون على مستوى الولايه التي تفوق العدد تاعها 240. وانا نقول من هذا المنبر ان شاء الله بربي خلال هذه العوده ان شاء الله بربي نحقوا امنيات الناس اللي استفادوا. نقولوا بارك الله فيكم والعقوبه للناس اللي ما داوش ان شاء الله بربي في هذه العهده تاعنا ان شاء الله بربي يستفادوا من ساكن